واللي اكد لكم الكلام الخبر اللي بعد كده، الخبر اللي بعد كده مواليد او الدوري المرتبط مواليد 2004، لعب الاولمبي في الماتش قبلينا على طول، يعني الكبار لعبوا الماتش اللي قبليه كان المرتبط، المرتبط بتاعنا مواليد 2004 بقياده الكابتن هشام عبد الوهاب، فاز بنتيجه 31-28 فرق 3، والمباراه كانت ماشيه كلوز جيم جدا. هو ده الاولمبي، الاولمبي ماشي كده، والاولمبي على فكره من الانديه اللي ممكن تضرب فريق كبير عادي لانها فرقه كويسه، فطبعا ده يدل ان فرقتنا كويسه وبتيجي، ناقصنا خبرات، وبعديها ان شاء الله باذن الله اتوقع الفريق ده باذنك يا رب ما حدش هيوقفه. كاميرا الابطال كانت موجوده في ماتش المرتبط، عايزين نطمن على نجوم المستقبل ونعيش معاهم يعني الاجواء. خلينا نشوف التقرير وارجع لحضراتكم تاني. الماتشات بتاعتنا اغلبيتها كلها في الدوري هتبقى اغلبيتها فيها نوعيه الاستريس ده الطبيعي، وبالذات ان الولاد دول لسه طالعين من قطاع الناشئين، ده اول سنه ليهم في المرتبط، فبالتالي لسه في شويه عدم ترتيبات او عدم تظبيط في الملعب، فده بيبان بشكل ان هو يبقى فيه تنس لو الملعب يبقى فيه تنشنه شويه، لكن مع الوقت ومع اكتساب الخبرات الموضوع دوت المفروض ان هم هيعدوه ان شاء الله الدنيا تبقى احسن. احنا الحمد لله اول الدوري دلوقتي بفرق النقاط بينا وبين فنادي سموحه لغايه لسه ما لعبناهمش، لكن لسه الحمد لله متصدرين الدوري لحد دلوقتي ولحد وقتنا حالي يعني. فده اللي احنا بنلعب عليه، ده اللي احنا بنلعب عليه ان احنا الولاد ان احنا ازاي نطلع الطاقه بتاعتها بشكل مرتب بالملعب، واحده بيحصل شكل تنشنه في الملعب، لكن مع الوقت هتبتدي تكتسبوا الخبرات، اللي يعرف ازاي بعد كده يعرف ازاي يبقى يكتسب الخبرات بتاعه لعيب الدرجه الاولى اللي هو يبتدي واحده واحده، ده اللي احنا بنعلمه لهم من دلوقتي. فان شاء الله هتسلم في مرحله فوقيهم كمان، يعني هم مواليد 2004 في مرحله 2002 كمان المفروض دي المرحله اللي قبليهم، فاحنا بنعملها ستيب باي ستيب، الاول مرحله لو انهم يطلعوا في المرحله السنيه اللي اعلى منهم وبيلعبوا معاهم وبيكتسبوا خبرات، ولو في حد عنده المواصفات ان هو يلعب للدرجه الاولى بيطلع يلعب للدرجه الاولى، وده بيحصل طبعا من وقت للتاني. احنا عندنا عندنا حوالي ثلاث او اربع اصابات شويه مأثرين على الـ على الـ على الفريق بتاعنا، وخاصه في الحته النواحي الدفاعيه بتاعتنا، والمفروض ان احنا في خلال الشهر ونص الجاي يبتدوا يرجع تاني بعد التاهيل ويبتدوا يرجعوا تاني، بس الاربع لعيبه مؤثرين طبعا في الفرقه، مش مؤثرين طبعا في التشكيل الجماعي، لان التشكيل الدفاعي بتاعنا والتشكيل الهجومي مؤثرين شويه، فاحنا عندنا شويه تاثيرات من ماتش من حوالي ماتشين اللي فاتوا. يمكن زي ما قلت لك احنا بناخد مواضيع واحده واحده، ما بنستعدش غير الماتشات، ان احنا بنبتدي نشوف الماتشات اللي جايه ونبتدي نلعبها واحده واحده، فبنحنا نطلع ستيب باي ستيب. فلسه عندنا الماتش اللي جاي ان شاء الله، عندنا ماتشات الماتش اللي جاي عندنا مع الزهور واعتقد فرقه ثانيه كمان، ده التحضير بتاعنا اللي احنا بنعمله هو الماتشات اللي احنا بنلعبها دي، يعني الماتشات دي بالنسبه لنا المفروض نطلع كل الماتش اللي بعده يبقى طلعنا خطوه اتعلمنا حاجه، ولعبنا الماتش اللي بعده اتعلمنا حاجه ثانيه، فهو ده بتيجي من الخبرات، يعني اكتساب الخبرات بيجي من كتر الماتشات، وبتدي نسبيا الشكل الفريق يبتدي يتظبط كمان احسن من كده، فان شاء الله على الماتشات كل ما بتطلع ونبتدي نوصل للنهائيات كل ما التشكيل يبتدي يظهر شويه، وبتدي تلعبي مع الفرق نوعيه الفرق اللي بتلعب نفس طريقه طبيعه اللعب الهاندبول بتاعنا، بنعرف ان شاء الله باذن الله لايف فيرست تيم، يعني ما عندناش مشاكل، اعتقد ان احنا عندنا قوام، عندنا ناس، عندنا بدائل كتيره قوي، ان احنا ماتشات دلوقتي كلها ما اقدرش اقول لك على ماتش سهل، ماتش صعب، لكن النادي الاهلي طبعا بخبراته تقدر تعدي الماتش ده سهل ان شاء الله. هو فرقه الاولمبي فرقه محترمه جدا، فرقه يعني ما سابتش الماتش بسهوله، بس احنا الحمد لله لعبنا قدرنا في الاخر نفرق عنهم، والحمد لله كسبنا في الاخر. في عدم تركيز من شويه لعيبه، وهم فرقه محترمه، يعني مش فرقه الاولمبي فرقه كويسه ومليانه لعيبه كتير، بس الحمد لله قدرنا في الاخر نفرق عنهم، عشان هي دي الحته بتاعت النادي الاهلي ان احنا نقدر في الاخر نجيب الماتش. هو كابتن هشام كان بيكلمنا عن الروح، بس ان احنا لازم نقاتل ونلعب بروح اكتر من كده، ان احنا لازم يعني في الدفاع بالذات ان احنا لازم نموت نفسنا عشان نقدر نفرق في الاخر، عشان الماتش ما يتخطفش مننا. هو ده طبيعه الهاندبول، فيها يعني فيها طرد كتير وكده، وانا بقول لحضرتك احنا دفاعنا النهارده ما كانش احسن حاجه، ممكن عشان كده كان في طرد كتير في ناحيتنا. اقرب ماتشات احنا مستعد لماتش الاسبوع الجاي، يعني احنا ما بنفكرش في ماتش بعيد، احنا كل اسبوع بنفكر في ماتش الاسبوع ده، عندنا الاسبوع الجاي زهور وطيران. هو بس احنا في الاول حصل مشاكل كده في الدفاع، حاولنا بس نظبطها يعني في الشوط الاولاني بس ما عرفناش، اتكلم معانا في الشوط ما بين الشوطين يعني، وقال لنا الثغرات اللي احنا المفروض نقفلها، وحاولنا نقفلها في الشوط الثاني، وعرفنا في اخر الماتش ان شاء الله نلم يعني الحمد لله. هو اول حاجه كان بيقولها يعني الدفاع قفلنا الثغرات، بعد كده بصينا الهجوم عشان ضيعنا كتير يعني، قال لنا ركزوا وبتاع، ومفروض يعني دي حاجه سهله، المفروض تحط الكره في الجون بس، فاحنا كنا بنوصل للجون وبنضيع، فحاولنا ناكد في اخر ماتش على الكور دي، والحمد لله عشان كده قدرنا نلم السكور. عندنا ماتشين الاسبوع الجاي بيبقى على طول الخميس والجمعه.
زي ما حضراتكم عارفين كرة اليد وكرة السلة بيبقى في حاجة اسمها دوري المرتبط، أو الدوري بيبقى مرتبط مع فريق من الناشئين، سنة بتبقى 16 سنة وسنة بتبقى 18 سنة على حسب اشتراكاتك الأفريقية في الناشئين. فالمرتبط معنا دلوقتي هو 2004 كرة اليد.